دائما مع احتفالات المرأة الجزائرية بعيدها العالمي وبرنامج ثري شاهده الحفل الفني المنظم من طرف وكالة oxygen.com والذي نظم حفل بفندق الشيراتون منذ افتتاحه كأول حفل ينظم بالفندق بولاية عنابة. الحفل كان مزيج من الطبوع العصرية والقديمة كهدية للمرأة العنابية. البداية كانت مع الفنان الشاب إسحاق من العاصمة والذي أمتع الحضور بتأديته للعديد من الأغاني باللغتين الفرنسية والإنجليزية. ليليها الفنان القدير رياض بوشارف في الطابع المالوف والشاب مهدي في الطابع الشاوي الصيفي. ومفاجأة الحفل كان الفنان عبد الدرياس الذي تفاعل معه الجميع. الحفل تخللته العديد من عروض الأزياء أيضا التقليدية العنابية الأصيلة للمصممة مليكة حمروشي. وعرض الأزياء كان مناسبة لاختيار ملكة جمال الثامن مارس والذي توجت به ليديا كأحسن تقديم في مختلف الطبوع. نصر قلال حضر وبعث بالتالي. أول نهني المرأة في هذا اليوم، وثاني نهني قناة النهار للعيد الخامس نتاعها. جازت تخي تخي بال سواغي بلوتو ان ابخي ميدي اكسترودينير. ما شاء الله ربي يخليهم، ان شاء الله ربي يخلينا موالينا، ربي يخلينا كاع لي فام الجيريان، بون توت لي فام دو موند مي سبيسيالمون لي فام الجيريان اي لي فام بونواز فوالا سبيسيالمون اجوردي. درت لباس تقليدي عنابي، درنا القندوره بالدلاله، العروسه تاعنا العنابيه بالدلاله، ودرنا باللفه، ومن بعد جبين وشوشنا، ومن بعد جبين كيما تلبس عروستنا نحنا. Alors, c'était la première fois que j'ai fait un défilé de mode. J'en rêvais depuis mon enfance et ma tante m'a permis de faire ce défilé. La fête des femmes, c'était un honneur pour moi d'être présente dans le Sheraton et en même temps pour ce genre d'occasion pour les femmes. عجبتي سعيد مرأة حاجة مليحة سا سي تخي بيان باسي سيتي بيان سيتي او توب سامباتيك سيتي يافي تو لي جون دعنابة توت لي فام دعنابة سيتي اي توب سيتي اكسترا. عجبناها تخي بيان الله يبارك بحياة راس مليكة حمروش. ان شاء الله نطلب كل عام سعيد للمرأة ان شاء الله الجزائرية. تخي بيان مع عبدو الدرياسة مع لي شونتيغ لي عداو كل تخي بيان الله يبارك.